أبشركم ألا واعلموا أن من دخل في عهدي فهو آمن، ألا ومن مات على حبي فهو آمن، ألا ومن كان في قلبه قدر ذرة من حب لأبي خليل فهو آمن. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، فله الحسنى وزيادة وله الجنة، يغفر الله له ولأبويه، ويهون الله عليه سكرات الموت، ويرفع عنه عذاب القبر، ويؤمن من أهوال يوم القيامة، ويقضى له جميع حوائجه بفضل من الله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، أنا الولي الصالح صاحب الأسماء، فإن الله عمي بي، ألا وأنا باب من أبواب الجنة. متابعينا ومشاهدينا جريده اهل مصر، معكم مرشد حسن حسين، ومعانا النهارده الشيخ اشرف وهو عالم في الازهر والاوقاف، هيوضح لنا طبعا يعني حقيقه الطريقه التيجانيه والطريقه الكركريه والخليليه وحرمانيه الاغاني القرانيه او بايات القران. اهلا بحضرتك يا شيخ اشرف. اهلا وسهلا بحضرتك، مرحبا. احنا زي ما احنا شايفين مع حضرتك كده ناس طالعة يعني مش عايز اقول خرافات، او مش عايز اقول يعني ده تقريبا نوع من انواع الكفر. ده مش كفر، ده يعني الواحد انا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. طبعا المقطع اللي سمعناه حاليا دلوقتي ده للشيخ صالح ابو خليل، دي طريقة من الطرق الصوفية، لكن للأسف اللي احنا سمعناه ده كله عبث، اللي احنا سمعناه ده كله بعيد كل البعد عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا من دخل في حزبي فهو آمن، ألا من مات على حبي فهو آمن. من الذي أعطاه هذه العلامات؟ من الذي أعطاه هذه الهدايات؟ مين اللي اداه الكلام ده؟ مين اللي أمره يقول ده؟ يعني الكلام ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حق سيدنا أبي سفيان في فتح مكة، ألا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو نسب لنفسه شيء أعطاه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من صحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإزاي أنت بتنسب حتى اللغة العربية عنده مش مظبوطة، وده اللي احنا بننادي بيه المجلس الأعلى للتصوف أو مشيخة الطرق الصوفية، إن يكون عندهم يعني لازم يكون عندهم اختبار أو انتقاء لشيخ الطريقة، لأن شيخ الطريقة مهم جدا أن يكون على درجة من العلم الشرعي، حتى اللغة العربية عنده مش منضبطة. أبشركم، أبشركم، ده اللغة العربية الصحيحة بتاعتها، فحتى اللغة العربية وهو بيتكلم مش منضبطة، عنده أخطاء في اللغة العربية، فضلا عن أخطائه الشرعية في كل ما قال. ألا من مات على حبي فهو آمن، ألا من مات وفي قلبه ذرة من حبي فهو آمن، وأنا الغياث. إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا وصلنا للدرجة دي؟ إذا كان مسألة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف وأجل وأعظم خلق الله وأحب خلق الله إلى الله مسألة خلافية بين العلماء، فإزاي أنت يعني تلبس أو يعني إزاي حضرتك تاخد شيء الله عز وجل اعطاه لحضره النبي صلى الله عليه وسلم وتنسبه لنفسك؟ انا الغياث. ايه ده؟ معقوله للدرجه دي؟ يعني امور حقيقه بصراحه امور ابعد ما يكون عن التصوف الحقيقي. العلماء قسموا التصوف الى قسمين، تصوف سني وهو الذي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوف فلسفي بدعي، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي ما بين الطريقة التيجانية، ما بين الطريقة الخليلية، ما بين الطريقة الكركرية، اللبس اللي بيلبسوه والتمايل اللي بيعملوه في الأذكار، ده رقص مش تمايل. فللأسف الشديد هؤلاء لقلة العلم الشرعي، لقلة العلم الشرعي عندهم للأسف حادوا وانحرفوا عن جادة الطريق، وابتعدوا عن المشرب
السني للتصوف بسبب انهم هم للاسف الشديد معظم الطرق بتورث. يعني ايه بيورث؟ شيخ الطريقه ممكن يورث لابنه مشيخه الطريق، وممكن ابنه ده يكون ابعد ما يكون عن العلم الشرعي، خريج تجاره، خريج زراعه، ايا كان. وفي للاسف الشديد بعض منهم اساسا ممكن يكون مش متعلم، يعني ممكن يكون معاه ابتدائيه، معاه اعداديه، مش متعلم ولا يجيد قراءه القران الكريم، مش على قدره اصلا بالمكانه الدينيه اللي هو هيبقى فيها. ده اللي خلاهم انحرفوا عن جاده الطريق وانحرفوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ثواني بس بعد اذن حضرتك، يعني مثلا تصريح زي اللي قاله اللي هو انا مش قادر اقول عليه شيخ لانه هو مش شيخ، اللي هو دكتور صلاح الدين التيجاني، لانه اكتشفنا انه هو اصلا حاصل على بكالوريوس طب ممارس عام، يعني حتى مش ما ارتقاش لاي درجه. وده التصريح اللي قالته نقابه الاطباء، انه هو خريج طب وكان ممارس عام في التخصص الايه العظام. يعني لما قال انه هو يحفظ القرآن الكريم ب14 قراءة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثابت احنا عندنا 7 قراءات دول المتصل سندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد على ذلك فيه قراءات اللي هي قراءات شاذة، دي لا تدرس ولا يؤخذ بها أو تدرس في مقام التعليم والعلم. وبعدين حتى قال كده، وللأسف الشديد حتى مش حافظ القرآن، إزاي أنت منين حافظ القرآن بال14 قراءة، ومنين مش عارف تقرأ آية من قصار المفصل، يعني من الصور اللي في جزء عامة وتلخبط قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها، مش عارف يكمل الآية وتلخبط فيها أكتر من مرتين ثلاثة. طب بعد إذنك عايز أعرف منك الطرق اللي موجودة اللي انتوا على معرفة بيها من الأزهر والأوائل. شوف حضرتك، هو التصوف موجود من عام 150 هجرية، تمام، ويعني من الأمور المشتهرة والمنتشرة، وكان نسبة التسمية أو التسمية جاءت من إما لمجموعة من الناس اشتهروا بلبس الصوف وقتها، كانوا بيلبسوا الصوف دليل على الزهد في الدنيا والإعراض عن متاع الحياة الدنيا، وقيل إنه هي كلمة التصوف أو الصوفية مأخوذة من الصفاء والنقاء، وقيل إنها نسبة إلى أهل الصفة اللي هم فقراء المسلمين اللي كانوا مقيمين في مسجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتصوف موجود من سنة 150 هجرية، ويعني ما زال منتشرا حتى الآن. انبثق من خلال موضوع التصوف ده الطرق اللي موجودة الآن، وهي منتشرة جدا وعددها كبير جدا على مستوى العالم. لكن لما نيجي نفرز ونغربل الطرق دي هنلاقي قليل جدا منها الذي ينتمي إلى العلم الشرعي وينتمي إلى أو مشايخ الطرق منهم من هو من العلماء، مثلا زي الطريقة الشاذلية اللي أسسها مولانا فضيلة الدكتور علي جمعة، الطريقة الخلوتية التي ينتمي إليها فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر مثلا، يعني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. لكن في طرق كتير جدا 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 مشايخها وأتباعها جهلاء بعيد كل البعد عن منهج حضرة النبي وعن سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي خلانا للأسف الشديد نسمع التصريحات اللي هي بعيدة خالص عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشايخ الطرق في الأمر اللي قالوه. يعني الشيخ صلاح الدين التيجاني أو الدكتور صلاح الدين التيجاني لما بيسألوه عن مقام هو عامله داخل الضريح، ده أكبر دليل يثبت إن هو مش عايز أقول كذاب، لكن ده أكبر دليل يثبت إن الناس دي منتفعة، إن الناس دي مرتزقة، إن الناس دي اتخذوا من عباءة التصوف واتخذوا من عباءة الصوفية وسيلة للكسب وجني الأموال، بدليل إن هو باني ضريح. هو نفسه لما الصحفيين والمراسلين بتوع المواقع الإخبارية سألوه الضريح ده فيه مين، الكلام ده موجود وموثق على المواقع، قال لهم لا احذفوا السؤال ده وبلاش من السؤال ده. فالمراسل أحرجه بيقول له طب هو مين هنا، أو ده اتعمل إمتى، أو مين اللي. فللأسف الشديد
مرضيش يجاوب على السؤال ده. فده أكبر دليل يثبت لنا أن الناس دي فعلا ما هي إلا مجموعة من المرتزقة اتخذوا من التصوف أو من الصوفية وسيلة للتكسب واللعب في عقول الناس وضعاف الإيمان وضعاف العلم الشرعي. طيب أنا عايز أعرف المراسم اللي بيعملوها في الطرق، زي مثلا يقف الشيخ وسط الحاضرين ويفضلوا مثلا ينشدوا أو هل دي عبادة فعلا وسنة ولا دي خرافات؟ طيب شوف يا سيدي، الاجتماع على ذكر الله عز وجل هذا جائز، عشان بس يبقى ايه، يبقى ناخد الكلام كده بالتسلسل. الاجتماع على ذكر الله تبارك وتعالى، الاجتماع على مدح رسول الله جائز، الاجتماع على العلم الشرعي جائز. ايه الدليل؟ الدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يبقى ما إيه الحديث، هو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث ثاني، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة في المسجد، على إيه؟ حلقة يعني مجتمعين. فحضرة النبي بيسألهم: انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على أن من علينا بالإسلام ومن علينا بك. فحضرة النبي بيقول لهم: الله ما أجلسكم إلا هذا، يعني بالله عليكم ما ده السبب الوحيد اللي جلستم من أجله. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني يعني أنا مش مكذبكم ومش بحلفكم عشان أنا بتهمكم بالكذب، وإنما جاءني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. خلاص، في حديث قدسي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة قال: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الأرض يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون أهل إيه؟ الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، قوما يعني مجموعة يذكرون الله، تنادوا هنموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث طويل لكن هناخد منه الجزئية اللي احنا بنستدل بيها. فالاجتماع على ذكر الله، على تدارس العلم الشرعي، الاجتماع على الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جائز لا غضاضة فيه، ويعني من سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك التمايل عند ذكر الله أيضا جائز. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالتمايل عند ذكر الله جائز لا حرج فيه، بس تمايل يكون معتدل، مش ألاقي واحد واقف كده هو ويتنطط، لا انت حضرتك كده في جيم، حضرتك كده بتسخن عشان نازل ماتش. لكن التمايل ده اسمه تمايل، اهو انا كده بتمايل اهو، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اهو انا كده بعمل ذكر وبتمايل خلاص. لكن اقف يروح ويجي، يروح ويجي، يروح ويجي، وبعضهم ينط ينط ينط، ايه ده؟ لا ده مش تمايل، ده مش ذكر لله. بعض الناس تلاقيه يعمل كده يعمل كده، لا، كل الأوضاع دي والوضعيات دي خطأ تماما. وممكن ممكن أتمايل وأنا واقف، ممكن أتمايل وأنا واقف بنفس الطريقة اللي أنا شرحتها لحضراتكم دي، وأنا واقف بتمايل كده أهو 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 أهو, أهو كده. لكن المناظر اللي احنا بنشوفها في الحضرات، هذه المناظر مخالفة تماما لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد ما يكون عن جادة الطريق. أضف إلى ذلك ذكر الله عز وجل بالاسم الفردي جائز، يعني لو قلت الله 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 حي 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 قيوم، ما احنا عندنا أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، المالك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، أسماء الله الحسنى كلها أسماء فردية.
فإذا يجوز ذكر الله تبارك وتعالى بالاسم الفردي. لكن أبص ألاقي بعض الناس في بعض الحضرات يصدر منهم صوت، ما هو صوت ذكر كده، الكلام ده موجود، ابحثوا سرشوا على الكلام ده، هتلاقوا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده موجود على مواقع التواصل. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت حضرتك بتعمل إيه؟ فين ذكر ربنا؟ فين اللفظ اللي أنت بتذكر بيه ربنا سبحانه جل في علاه؟ الصوت اللي أنت بتطلعه ده، ده فحيح أفاعي، ده مش صوت لذكر الله تبارك وتعالى. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لكن الله الله حي حي قيوم غير ذلك من هذه الأسماء المباركة، أسماء الله الحسنى. لكن إن أنا يصدر مني أصوات بهذه الطريقة، هذا ليس ذكرا لله تبارك وتعالى. طيب حضرتك تعليقك الأخير على الأغاني اللي دلوقتي منتشرة بآيات القرآن، المسألة تلحين آيات القرآن بالموسيقى، هذا قولا واحدا حرام، مش حرام، هذا كفر. الذي يرضى بذلك ويقر بذلك هو كافر زنديق. القرآن الكريم لما ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإن أنا ألحن القرآن الكريم أو آيات القرآن الكريم، هذا يخرج القرآن الكريم عن مضمونه وعن معناه، وكده احنا دخلنا القرآن الكريم في مسألة الغنى، الغناء مش ما بقيش قرآن. وبعدين سبحان الله العظيم، انا يعني استمعت للقناة اللي انتشرت اليومين اللي فاتوا، انا شخصيا والله لما سمعت ذلك اصابتني رعشة ووداني سفرت، بسبب ان انا مش طايق اسمع ده. وللأسف الشديد لقيت إن الموضوع منتشر من 10 سنين تقريبا، لقيت في بعض القنوات أو بعض البلاد برضو عملت الموضوع ده بالطريقة الأوبرالية. الأيام دي عملوه بالطريقة اللي هي طريقة الراب والمهرجانات عشان يجذبوا الشباب اللي هو عنده قلة من الوعي الديني والثقافة الإيمانية، وهذا أخطر ما يكون. عايزين يا جماعة الخير ننتبه لأولادنا، ننتبه لشبابنا، الموضوع خطير جدا، هناك حرب ممنهجة على الإسلام، فناخد بالنا يا جماعة من الموضوع ده. شكرا لحضرتك شيخ أشرف، شكرا متابعينا ومشاهدينا جريدة أهل مصر، كان معكم مرسلكم حسن حسين.